وثائق سرية سربتها قيادات في قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح تكشف عن مؤامرة لميليشيا الحوثي، وتتلخص في استهداف 3 ألوية حرس جمهوري: اللواء 7 مشاة منطقة العرقوب خولان، اللواء 102 مشاة جبلي في بني حشيش، اللواء 63 مشاة في بيت دهر أرحب. إخضاع الألوية للقيادة المباشرة لعبد الخالق الحوثي، فصل قيادتها ماليا وإداريا عن الحرس الجمهوري. الوثائق كشفها الحوثي المنشق علي البخيتي، والوثيقة تمنح عبد الخالق الحوثي شقيق سعيد الحمراء تدير قادة الألوية وأسلمها إلى جبهة الحوثيين. وكانت هذه الألوية قد خضعت إلى إعادة تنظيم في جنوب الألوية الأخرى من الحرس الإطاري قوات الاحتياط بقوة التعاون الجنوبي وإعادة هيكلة الجيش اليمني منتصف العام 2014. ولكن مقتل اللواء جاء في هذا الأسبوع، وهو قائد قوات الاحتياط أحدث بلاغا تسعى ميليشيات الحوثي للاستفادة منه لإحكام السيطرة على ألوية من الحرس الجمهوري لا يزال قادتها يأمنون بأوامر المخلوص. وكانت ألوية الحرس الجمهوري هذه وتحت مسمى قوات الاحتياط أجبرت بضغط صالح على تأييدها عند حرس الحوثيين سرعان سبتمبر 2014 كي لا تخاطر الحوثيين دفاعا عن عاصمة. اللواء علي بن علي الجالفي كانت قد تمت عصيته هذا الأسبوع، واتهمت عائلته ميليشيات الحوثي بقتله بعد تعرضه إلى إصابة في تفجير مجلس عزاء الرويشان في القاعة الكبرى شرب الأبو ديوان العربية شرب الأبو ديوان الحدث.